الوضع الأمني ما تردد بغداد بل تحسن. نعم يصير خلق، وخلق إلى أسباب، إحدى الأسباب ربما خلل في الجانب الاستخباري. أنت تتابع عدوك استخباريا بس ربما أكو فالدائرة مظلمة عندك كانت مو واضحة، منها العدو دخل، وربما العدو عنده خلايا شكلها بشكل آخر صارت مو تحت تغطيتك الاستخبارية. هذا جزء، أنا ما أدخل تفاصيل أكثر من هذا. العدو لهذا بين فترة وفترة ربما يتمكن يسوي خرق ويقوم بمثل هاي العمليات الإرهابية، بس هاي مو معناها تراجعنا، أكو فرق. البعض للأسف أستغرب يقول انهيار أمني، هذا انهيار أمني؟ يعني سيارتين مفخخة تدخل بغداد بشكل حصرة خسائر، بس هو يعني أكثر أقل بقليل بكثير من الخسائر اللي كانت تحدث في السنوات السابقة على الأقل.